السلام عليكم البنات، كديرين بخير؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم جيتكم بغيت نقول لكم فين كنت مخبيه، فين كنت غابره. ايه نقول لكم فين كنت غابره. اولا سمحوا لي، راه ضربني البرد. الحمد لله اللي كانت غتشدني ديك الكحه الواعره، وكنت غنشد الفراش. نفعتني غير دو ليبران والليمون، ديك الوصفه اللي عطيتكم هي اللي نفعتني. مال كراني شديت الفراش الحمد لله. نتمنى تجربوها، راه زوينه. المهم ان الكحه ما جاتنيش وما شديتش الفراش، لان كانوا عظامي بداو كيضروني وانا نديرها. والله العظيم الا نط بحال ما كيضرونيش، بحال ما فيا والو، ولكن باقيني في مخنوق. تنعاودها تاني. سيداتي اليوم جيتكم بواحد الخبر. لا ياش كنت كنستعد، وفين كنت مخبيه؟ ايه فين كنت مخبيه؟ كنت مخبيه لالا، كنت كان نستعد للشرف. كنستعد للشرف هو انني وليت جده. تزات عندي حفيدتي يا لالا، ولدي تزات عنده بنيه، وليت لالا جده. كيبان لكم هاد البلان هذا؟ واش نفرح ولا نحزن؟ قولوا لي دابا، قولوا لي. كرهتك يا صلاح الدين وبسمه، كرهتكم اللي رضيتوني شرفتوني ورضيتوني جده. كنضحكوا والله العظيم، الى احساس رائع، احساس زوين والله انني نكون جده وافتخر بها. شوفوا يدي، راه فيها الدول الحمر، كنداوي البوط وهذا. ايوا دابا نصور لكم ان شاء الله كل شيء، نصور لكم السبوع. واخا ما غاديش يكون شي حاجه كبيره، غنديروا داكشي على قد الحال، داكشي اللي قدينا عليه غادي نديروه. وان شاء الله شارككم معايا، تشاركوا معايا كل شيء كل شيء كل شيء، نشطوا معايا. غادي يكون عندنا اسبوع، الاسبوع المقبل ان شاء الله. وكي جاتكم هاد القضيه ديال جده، وليت جده، امي لالا وجده، ساعدت للشرف وتخبيت عليكم، تمشيت الساعات غير الجرا، غير الجرا في الحقيقه ديال السبيطار ديال هادي، ديال هادي. راه خرجت دابا الحمد لله، ولدت بخير وعلى خير، وراه خرجات. والبنوته ان شاء الله دابا نصورها لكم وتشوفوها لمن كتشبه، كيقولوا كتشبه ليا. ونشوفوا دابا نتوما غتقولوا لي ان شاء الله من بعد ملي غنوريها لكم، غتقولوا لمن كتشبه. نتمنى انكم تعطوني تعليقات وتعطوني اسماء ليا، اسماء العصر، الاسماء ديال دابا. انا كنقول احنا قلنا اميره، احنا قلنا غنسميو اميره. نتوما شنو كتقولوا؟ شنو كتقترحوا الاسماء اللي هما زوينين؟ شنو غتقولوا ليا باش ربما نقدر نختار ونغير؟ لماذا لا؟ علاش لا؟ ما حد باقي ما سمينا، يعني مازال ما جبناش الخروف ومازال ما سميناش، يعني نقدر نبدل يبدلها الى عجبتنا شي سميه نقولوها لهم ونشوفهم يبدلوها. ولكن اميره زوينه في الحقيقه، ياك في الحقيقه سمتها اختي. عندي واحد الاخت ديالي في فرنسا قالت لي اميره، انا كنت باغا ليليا، وقالت لي اميره. ومنين شافت الوالده اميره قالت لي اميره حسن، صافي سميو اميره، صافي سمينا اميره. يعني اختي والوالده ديالتي هما اللي سماو، هما اللي عجباتهم اميره، وحتى امها ملي سمعت اميره عجباتها. ايوا نتمنى هاد الشرف يدخل عليا بخير وعلى خير، وبطوالة عمري وبالشفاء حقيقة هادشي كيضحك. والله العظيم ماشي انا، يا دابا كتقدروا تقولوا ما تقبلاتهاش، لا بالعكس والله هي فرحانه، فرحانه نكون جده. والله شنو غتقول ليا؟ شنو غتقول ليا؟ تقول لي مامي ولا امي ولا امي لالا ولا جداتي؟ شنو رايكم؟ شنو غتقول لي؟ شنو غتقول لي؟ شنو رايكم؟ والحمد لله، والله العظيم الحمد لله بها. والله يجعلها تدخل عليهم ان شاء الله بالرزاق وبالصحيحه يعني وبالهنا. المولوده الجديده راه شي حاجه، خصوصا بنيه. انا كنحمق على البنات لان ما عطانيش الله بنت، هاي جاب لي الله ولدي، ولد لي البنوته. وتربى في، كيقول لك تربى في عزك، تربى في عزي. بحال انا اللي والده يا اختي، شتي الفرحه كيفاش دايره.
ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء، غنشارك معكم الحلوه اللي غادي نديرو، غنشارك معكم، واخا قلت لكم ماشي شي حاجه، داكشي على قد الحال، على قد جيبنا، على قد هذا، ما يعني ما كنتعلقش، ما كنتعلقش، لان فعلا انا ما عنديش باش غندير شي حاجه اللي هي كبيره، راه ما عنديش، غندير داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي قسم الله غادي نديروه، ونشاركوا معايا ان شاء الله، تفرحوا معايا حتى نتوما، المهم المشاركه، المهم الفرحة، هاد الشي اللي كاين. ايه واش غندير مع صلاح الدين وبسمة؟ اش غندير معاهم؟ يلا اش غندير معاهم؟ كبروني وردوني جدة وشرفوني، ولكن راه كنا ليها شارفين شارفين، كبرون كبرون. وهاد الشي راه ما كيأثرش، هاد الشي راه ما كيأثرش شوية، بالعكس بالعكس بالعكس، عاد غادي نولي ديك الجده اللي هي نكون غاده انا وحفيدتي في الطريق وكنفتخر، يعني نهز حفيدتي وكنفتخر، شكون هي هذيك حفيدتي؟ هذيك حفيدتي هذيك، يعني شي حاجه اللي هي زوينه، وشوفوا بالفرحه اشنو كنقول وشنو كنخرج، يعني فرحانه انا يا بنت الشياد. نتمنى تعطوني اسماء كيف قلت لكم، ولا عجبتكم اميره قولوا لي، خلي أميرة راها حتى هي اسم زوين، ونتمنى تبقاو معايا وتعسوا على الاسبوع، تعسوا على الاسبوع، نهار اش غادي نحطو اليوم في حق درنا الرفيسه، ولكن ما صورتهاش، كنبغيش نصور انا يا كل شيء في الحقيقه، والله ما كنبغيش نصور، راك شفتوا تقدروا تكونوا لاحظتوها انني ما كنقدرش نصور كل شيء، اي حاجه عندي في البيت ديالي، واخا تكون زوينه واخا تكون خايبه، واخا حديت نوصلها لكم بطريقتي، تنقول لكم دعيو معايا ديروا هذه، الا كانت شي حاجه اللي هي كضرني كنت فرحانه، تنقول لكم انا فرحانه والحمد لله، يعني واخا باقي ما كملش داكشي اللي بغيت، ولكن كنقولوا الحمد لله، شي كينسيك شي، جات هذه الفرحه هذه، نساتنا شويه في الاحزان اللي عندي، والحمد لله الحمد لله، الله يجعلها اخر الاحزان، الله يجعلها اخر الاحزان، وكنتمنى انكم تشجعوني وتزيدوا، مازال تزيدوا، مازال تقولوا لي واش جات معايا، يعني جده ولا ما جاتش معايا، يلا عاد قولوا لي واش جات معايا جده ولا ما جاتش معايا، يلا، وهذا بالمشكله، خاصني نحفظ الحكايات، خاصني نحفظ ايام زمان شنو كان، خاصني نحفظ يعني شي قصص باش نبقى نعاودهم، نلعب دور الجده، نلعب دور الجده اكيد، لاله خصني نتعلم، ايوا لاله مرحبا والف مرحبا، ومرحبا بكم معايا في اسبوع ان شاء الله، عما قريب غندير لكم اسبوع وشوفوا داكشي غادي يعجبكم، واخا راه عادي غادي يعجبكم ان شاء الله، ما تنساوش البصمه، وما تنساوش انكم تقولوا لي الاسماء اللي هما زوينين واسماء العصر ديال دابا، السلام عليكم.